السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسرعة كبيرة بزاف. يا سلام، الماء زوين وبارد. الله، اودي المغرب ديالنا زوين غا هذا اللي يخطي علينا وصافي. خصنا غا شويه ديال الديمقراطيه في هذه البلاد وغادي نكونوا بخير وعلى خير. ما خصنا والو، الحمد لله كلشي عندنا. هذا يغلي البحر، الرئيس مبارك يغلي البحر. لا ده انا موسيقى.
عليكم. انا وسهلا الاصدقاء صديقاتي مرحبا بكم. اليوم احنا كنتواجدوا هنايا في مدينه اكادير بالضبط في مدينه انزا. جيت باش نصور هذا الجو اللي كاين هنايا. صراحه جيت غير باش نصور واحد الفلوق ولكن لقيت الدنيا خاويه وعباد الله ما كاينينش وطوموبيلات قلال وهبطنا هنا لجهه البحر ما لقيت والو صراحه. واش الناس خايفين من كورونا ولا ما عارف فين كاين المشكل؟ بل لهاد الاجراءات اللي فرضتهم الدوله علينا حنايا دابا وعلى المواطنين ديالها هادشي مزيان في صالح المواطن، وانما بعض القهاوي كلهم تسدوا وبعض المحلات تسدوا حتى هما اللي كيتجمعوا فيهم بنادم. ولكن هاد اصحاب المحلات هادو كاينين الناس اللي كارين، كاينين الناس اللي كطيح عليهم الضريبه، كاينين الناس اللي بزاف ديال الحوايج. يعني واش الدوله خدات هادشي بعين الاعتبار ولا لا؟ يعني هاد الناس اللي سدوا واش منين غايجيبوا الكرام، منين غايجيبوا باش يخلصوا الموضوع، منين غايجيبوا باش يخلصوا الخدمه ديالهم؟ يعني حنا مازال في واحد الازمه كبيره، خص الحكومه تكون عندها درايه بهذا الموضوع هذا، لان بزاف ديال الناس سدوا دابا المحلات ديالهم وكطيح عليهم الكرا وبزاف ديال المشاكل. يعني هادشي خصنا نعرفوا حتى حنا هاد الناس هادو باش ما يتضروش حتى هما، لان غيتضروا بشكل كبير بزاف، لان بزاف ديال المسائل اللي هذيك هي هذاك المحل هو اللي كيترزق منه. يعني الا سد المحل ديالو وجلس في دارو منين غياكل وليداته؟ يعني قالت لك الحكومه يتسدوا القهاوي وبعض الاسواق وهذاك الى اجل مسمى. يعني تالي انت يعني انت هادشي، يعني الدوله خاصها ملي تسد هاد المحلات هادو تحاول تعوض هاد اصحاب المحلات هادو اللي تسدوا دي، تحاول تعوضهم ماديا واخا ولو بالقليل، لان انت سديتي المحل لواحد السيد اللي كيترسق منه وكيفاش ما فهمتش؟ يعني واش هادشي واش هادشي واخده الحكومه بعين الاعتبار ولا لا؟ يعني هادشي اللي بغينا نستفسرو حنايا دابا. إبراهيم داني ميرني، عارف نتشكر بزاف على حساب المقارنة اللي تسكرت ولا على حساب يولينا هذا الغاض من المرات ديالنا بالسلامة. وأنا بنادم حيت كنت احتياط نفسي، ولكن زعما كان الضغوطات اللي كانت غادي بزاف على حساب الدعاء، شكون غادي يعم كلشي العالم ولا لنا هذه حاجة زعما لا غادي يطلب بلاصة ولا تشكل الحكومة تسكر كاع أغلب بلاصة ديال كلشي العالم إلا في الخيرات. عندها بربي في الأي حفوف في كلشي تخيل من الناس كل احتياط نص كل شيء اللي الحمد لله ولا خصها والو. عارف بنادم الا في سبع ديال بنادم اللي ساكن كان التصرفات اللي ساكن الناس اللي رجعوا عامس العالم الحمد لله وراه خصها والو كل شيء يوجد بنادم اللي خصها بنادم اللي خصها نتعاون نتعاون نقدرنا وغادي خصها وغادي خصها رجع خصها نتعاون نقدرنا وبانا عندي ادي زنر بالشفاء بكلو ما انا مسلم ولا كلشي مدات نقولو ادتني اي دور بدي نوضر لازم تلعب في استغدارت وكون بعد ما تكرم حتى الزان نخون غير تخون غير ان انا كنت الزياده الا غادي الا غادي وكون كلشي غنبقي في التسكرن وري اللي كرياني في ايدك تفلا كاين الحاجه هنا تجي ضروري تاوت حتى تاوت الحاجه تستمد لينا ضروري طرحنا كلشي غنمسى الناس مليون انا كنت داك الحاجه زيد في الاول ولا يوضر بدا كان المناسبه اغرات سيزن شكون كلشي لا كلشي يوجد. اما بالنسبه للقرارات ديال الحكومه اللي حقا دي مزكادي وين دقنا القهاوي دقنا غير الماء ما داكيتي بها اخيرا اذا عائلة المواطنين افدات بالنسبه حتى انا كني القهاوي قن القهاوي قن هو اني قدرت نسكن انا سميتو نسني على حسب الا الدراري الا ما دارت لا تقريبا 15 خدام اللي ما كان الدري ديال مسقساح كي اني علاقت الخنديز 80 واحد وغادي 80 واحد هكا الا مسكين ما درت الاسره ما درت لنا اربعه الدراري ثلاثه سين الاسره تيجي مي كل جابها ست سيار غادي يربي انت شكون علاق لا الدوره سن طرحنا ديال الاسئله اللي سنا انا هامش كره تقني ان انا سن اردا ونغر قلت لي سنا اردا ونغر لو علم شهر شهرين 15 يوم السيمانه
خاصه الطلبه حتى الحكومه غادي تسكر اكيس تعاون شويه تعوض ميد اكيس تعوض ميد ان في المثال كاينين القهويات على الاقل تعاون اللي خلص الدراري ديال كلشي يقاو لم لي كران لم لي كران الله يحسن العوان الا كما يفتنس مازال على السبت على حساب غادي لا مسكين ما داروا كل ورداس اللي من سنين نضيض انا باش ان في المثال هكا ضيض انا ورداس اللي من سنين ما ليش كان انت هي جور 15 ما يور 20 يوم بقول لك راه انت ولا في السن ار صباح ولا صبر في هذه السيمانه ديال الخدام وانا نتمنى غير ما ترونسبور التعاون هاد معاون نكرات سن معاون كلشي والله يخصك راه الحمد لله الناس الحمد لله ولا خصها والو ما ترونسبور ترونسبور زيك صباح هذا يكاد ان انا الا بغيت تاكسي هكا الي تاكسي ثلاثه كراد ميتن يفرض في الناس انت تخلص 10 دراهم اذا كان دايف إذا كانت ديال شكلنا ب 30 درهم 35 درهم إلا ما تكتاش كان 30 درهم ترونسبور هذا السيد 60 درهم وما يعرفش تداوي 60 درهم يلاه نتمنى الشفاء تاني ميرتنا كنقول لهم تشكر.